تعالوا بقى مع بعض نعمل الديبنج بتاع الشيبسي، رقائق الذره، البقسماط، صوابع البقسماط، الباتون ساليه، الحاجات دي بتبقى ايه لطيفه جدا. عندنا زبادي، كميه حلوه كده من الزبادي، زبادي بيطري اي حاجه من الحاجات الحلوه دي. عندنا ليمون، معلقه صغننه من الليمون، الا لو انتوا بتحبوا الحاجه تبقى مززه، يعني ليمون ده بالذات بيبقى على حسب ما انتوا بتحبوا الحاجه النكهه عامله ازاي. بنقلب كويس، اللي هيخليها كريمي بقى هي المايونيز، وممكن تحطوا مستردة لو عايزين اللون يبقى مختلف. بس شايفين سهولتها، مفيش اسهل من كده. معانا شبت كتير كده، بس ده من الحاجات السهله البسيطه جدا اللي بتتحط في الثلاجه. ماشي اها، هدوقها لكم طبعا، يعني او انا بتلكك يعني ان انا ادوقها. انا من الناس للاسف، وبقى فعلا بقول للاسف، يعني انا بحب الشيبسي جدا، يعني ما بعرفش يعدي يوم بجد من غير ما باكل الشيبس او رقائق الذره، الحاجات دي، مع ان غلط جدا بس فعلا انا بحبها زياده عن اللزوم. يعني في كذا حد سالني انت ازاي محافظه على وزنك، يعني انا ممكن استغنى عن وجبه بجد، يعني دي طبعا حاجه مش صح خالص، بس انا من الناس اللي ممكن استغنى عن وجبه رئيسيه مهمه لو انا مثلا عايزه احافظ على وزني واكل من الحاجات دي. بس انتوا ما تعملوش كده. ماشي، طيب بصوا بقى، اللي نجيب انواع بقى مختلفه، ممكن نحطه كده في طبق متقسم كبير وجواه الديبنج، نحط معاه كاتشب، نحط معاه مستارده. عايزه اقول لكم طعمه لذيذ جدا جدا وخفيف، وممكن نحفظه في الثلاجه بس ما نزودش عن اسبوع. خلاص بنحطه كده، ده برده بيبقى لطيف لو احنا جايين لنا ضيوف ما بين المغرب والعشاء كده. ماشي، دي من الحاجات الحلوه. ساعات كتير ولاد بيبقوا عايزين صحابهم يجوا البيت، والام فعلا بتبقى مش عارفه تقدم ايه، بيبقوا عايزين يقدموا لهم حاجات كده مختلفه، دي من الحاجات اللي الولاد بتحبها قوي.